أهلا بك في المصرف، حددي نوع عملك. حسنا، يمكنك البدء بقبول هذه الهدية. خبزتها بنفسي يا عزيزي. حسنا، إن كنت تصرين. كن شخصا محبوبا وأعطني جميع أموال المصرف. أجل، اعذريني ريثما أحضر لك محتويات الخزنة. أيمكنك القول إنها فاخرة؟ أوه، المنتجع الذي افتتح هنا حدث مدون. حسناً أيتها الخاسرات، حان وقت الكف عن المزاح والتنزه، بما أنه الوقت الذي أتمرن أنا فيه، أليس ذلك صحيحاً؟ هذا ما تقولينه لي دائماً ماندي. تحركن وإلا فستكونن الخاسرات. أنا بحاجة إلى تحريك أردافي قليلاً. هم ماندي، كأنه علينا تنفيذ ما تقولينه. أجل، المنتجع يخدم الزبائن التي تأتي بحسب الأولوية. إن أردت استعمال آلة الربط فعليك وعلى أردافك انتظار مجيء دورك. ماذا؟ أنتظر؟ ها، كأنني سأفعل. إن لم تسرعن في عملكن أيتها الفتيات، عندئذ سأقوم بالعمل نيابة عنكن. انتقلنا إلى مرحلة السرعة القصوى. أنا لا أصدق، ماندي هي الفتاة الأكثر قساوة. كيف سيصبح الأمر إن تعاملنا على نحو دائم معها وهي تحاول جعل حياتنا تعيسة؟ استمري في رؤية الأحلام سام، لأن ذلك لن يحصل أبدا. هاي، انظرا إلى ذلك، حمام التين مزود بخرطوم كأنه مصنوع في مختبر وود. أنت محقة سام. لا، هذا لن ينفع أبداً. رائع، شكراً جيري. متفجرات جميلة. أهلاً بكن فتيات، أنا قلق لأن ما سترينه ليس جميلاً جداً. تفضلي سيدتي، هذا كل ما نملكه. ما المشكلة جيري؟ وكأنه إجراء عملية مصرفية تجارية. قد تكون كذلك سام، لكن ما سترينه في الواقع تصويراً لعملية سرقة في جنيف، وقد حصلت عملية سطو مثلها في لندن وفيينا. هل تعتبر هذه من أرقى عمليات السطو التي جرت حتى الآن؟ أجل، أين القلق الذي يظهر عادة على الأشرار؟ ووب ليس متأكداً، كل ما نعرفه أن ما يحصل هو من أغرب ما رأيناه، ونعرف أن المجرم نفسه يرتكب تلك الجرائم. مصرف آخر يفرغ من أمواله الآن في باريس، عليكن التحقق فوراً. حظاً سعيداً لكن، سأكون قريباً منكن. آسف، لكن الأوقات العصيبة تتطلب تدابير قاسية، لننطلق. أحمالاً، ماذا عن المعدات لكي تساعدنا على القبض على المجرم؟ يا ويلي، أنت محقة يا جاسوسات. بكثير. والآن أين اختفت تلك المعدات؟ هذا ظريف. والآن أين كنا؟ أجل، المعدات في داخل هذه العلبة. ستجدنا سوارا يمحو الفضاء، فتح القفل بمشارك الشعر، حزام مغلف من نوع بولو، وألواح خشبية. شكرا جيري. أهلا بكن، والآن استعدنا للهبوط. نحن نهبط بسرعة. علينا أن نهبط بهدوء. الحديث عن الاتصالات القريبة، كدنا نصبح جزءاً دائماً من أرصفة باريس. حسناً، إذن كيف نصل إلى الطابق الأرضي حيث المصرف؟ بسيطة، سنستخدم المعدات الموجودة معنا. اتبعاني صديقتي. ها هو سوار يخرج باتجاه النافذة. لا، غير معقول. كيف يمكنني مساعدتكم؟ أين السارق؟ ألم تجري سرقتكم الآن؟ من أعطاك تلك الفكرة؟ ربما
لي أن أبواب الخزنة مفتوحة وجميع الأموال مفقودة؟ أجل، جرى إفراغ هذه الخزنة كما لو كانت كشكاً لبيع الأحذية بعد التصفيات. من أين أتى الفتات؟ تبدو كرائحة الكعك. هذا غريب بالتأكيد، علينا تحليل هذا الفتات. ما من مشكلة، لا أقصد أن تحلليها بتلك الطريقة أليكس. سمعتما؟ ربما هو السارق، هيا بنا. تلك الدراجة تصدر كل تلك الضجة؟ شكرا لحضوركن، أتمنى لكن نهارا سعيدا. على ما يبدو أنها ليست دراجة عادية. تلك القيادة الجميلة ستتخطى سرعة الهبوط القياسية. سنحتاج إلى سرعة الألواح الخشبية. تفكير جيد، نحن السباقون. هذا الشاب يقود بسرعة، لكن نحن أفضل، لنتحرك بسرعة. كيفية سرقة المصارف. لا خيار لنا سوى العودة إلى ماليو وانتظار نتائج تحليل جاري للفتات. رغم أن ماندي اعترضت على التمرين بوقاحة هذا اليوم، لكننا أجرينا التمرين بلحاقنا هذا الشرير. كان تمرينا مهما، أنا تعبة جدا. ما من وسيلة أفضل لإعادة تعبئة طاقاتنا غير الذهاب إلى الشاطئ والاستجمام تحت الشمس. للذهاب إلى الشاطئ اليوم. مرحبا فتيات، لدي بعض المعلومات لكن. خلال تحليلي للبقايا التي أرسلتموها إلي منذ قليل، استنتجت أنها تحتوي على مكونات غير عادية، مادة تغير المزاج وتجعل متعاطيها لطيفا للغاية ومطيعا. ولكن من أين أتى هذا الفتات؟ أمر ما ينبئني بأننا سنكتشف. شركة لتصنيع الكعك المحلى، لم أسمع بها يوما. لنرى إن كان الحاسوب سيستخرج معلومات متعلقة بهذا الشأن. يبدو أن شركة تصنيع الكعك المحلى قد بدأت عملها في بيرفلي هيلز. وقت الاستجمام لم يحن بعد، لنستكمل مهمتنا. انظرا، هذا الكعك المحلى هو السائد. مرحبا يا فتيات، من الرائع رؤيتكن مجددا. أتودن مشاركة الكعك المحلى لكي لا تنتظرن طويلا؟ لا شكرا لك، سنراك لاحقا. رائع، سأتصل بكن. ها
حسنا، هذا أمر غريب فعلا. منذ متى وماندي مراعية للآخرين؟ أم أنها مدمنة أكل الكعك؟ كل ما أعرفه أن هذا النوع من الكعك المحلى يباع بكميات كبيرة رغم أنه حديث. تعالي لنلقي نظرة عن قرب. واو، هذا المكان مذهل. يا ويلي، لم أرى في حياتي كميات بهذا العدد من الكعك. هذا ليس عدلا. كيف سأركز على التجسس بينما كل ما أفكر فيه هو الطعام؟ بتذكير نفسك بأن هذه الوجبات نتاج شخص شرير جدا. بالحديث عن الشرير، هل ذاك الدراج يبدو مألوفا؟ غير معقول، إنه الدراج نفسه الذي لحقنا به. إن كان هنالك أي استفسار حول وجود الكعك المحلى خلال عملية سرقة المصارف فالأمر أصبح واضحا. إذن كل ما علينا فعله هو اكتشاف مسبب كل هذا. الباب مقفل. نعرف ما يذكر كتيب المختبر عن الأبواب المقفلة. في الواقع سام، لم أقرأ الكتيب يوما. ولا أنا، كنت أنتظر صدور نسخة الفيديو. يذكر فيه أن الباب المقفل هو العدو الأسوأ للجاسوس. حسنا، في تلك الحالة علينا أن نخلع. برأيي أليكس، لدي طريقة أفضل. بمشبك الشعر، لنرى مدى فعاليتها. أعلم، لكنني أعلم شيئا واحدا، الأضواء الحمراء الوامضة فوق خريطة العالم ليست إشارة جيدة. صديقتي، هل أنا فقط أشعر أن معدات الحياكة تبدو مألوفة؟ غير معقول، هذا غير ممكن. مرحبا يا عزيزاتي. الجدة بشحمها ولحمها. ظننا أنك في القسم المخصص بالمسنين في منشأة الاحتواء بووب وتعيشين أيامك الذهبية. كنت كذلك، لكنني قررت تحرير نفسي من حراس المختبر باستخدام الكلام المعسول. طورت مهاراتي في الطهو خلال وجودي في المطبخ الملحق بالسجن، واخترعت وصفة الكعك المحلى. وصفة مميزة تجعل من الجميع لطفاء كي نستغلهم. أنت ما زلت ذكية كالحلوى المخفوقة، والآن فإن وصفتي ستصبح مشهورة عالميا. ما هي خطتك لإدارة صنع الكعك المحلى؟ أن أجعل جميع سكان العالم يتذوقون الحلويات التي أحضرها، وبعد أن يتناولها الجميع سيتجردون من قوتهم، ولن يستطيعوا منعي من سلب جميع المصارف الموجودة في كل أنحاء الأرض. عندئذ يمكنني إعادة لم الشمل لعصابتي لنعيش معا أحلى أيام حياتنا في جزيرتنا الخاصة ونحيك الأوشحة. عجبا أيتها الجدة، مع أنك محبوبة لكنك شريرة أيضا. وأنت ظريفة بالفعل، لطالما كنت فتاتي المفضلة. لم تترك خيارا غير إلغائك وصديقتيك الصغيرتين. هيا. رائع، أنني لن أراكن بعد الآن. أوه يا ويلي. مرحبا. آسف لإزعاجك سيدي، هل تكلمت مع السجينة التي تحمل الرقم 13468؟ لما أتكلم معها؟ أليست في منشأة الاحتواء؟ طلبت مني إطلاق سراحها لتشارك في لعبة البينجو واختفت تماما. أتساءل إن ربحت الجائزة. يا ويلي. مخبوزة داخل الكعك المحلى، لا يمكن أن تنتهي الأمور هكذا. لا أصدق أن امرأة أكبر منا بأربعة أضعاف غلبتنا. ربما لست شابة أيتها الفتيات، ولكنني حادة كالمسمار. علينا القيام
بشيء ما الآن. مهلا، يمكن للحزام المغلف أن يساعدنا لو أستطيع الوصول إليه. احفري عميقا أليكس. حصلت عليه. ماذا؟ طفح الكيل. أنتن تعبثن بآلتي الخاصة لصنع الكعك وتعبثن بي. حان الوقت لاستعمال وسائل القديمة. بروية أيتها الجدة، لا تريدين الوقوع. الوحيد الذي سيقع أرضا هو أنت. في تلك الحالة. إذن تريدين اللعب بقسوة، أليس كذلك؟ استعدي لكي تصبحي طي النسيان. لما لا نشرب الشاي ونتكلم أيتها الجدة؟ آسفة صغيرتي، اكتفيت من الكلام. حان وقت العمل. أنا موافقة على ذلك. صديقتي تحققا من الفرن. علينا أن نخرج قبل انفجار المكان. أيتها الفتيات، أنقذنا أنفسكن، لا تقلقن علي أبدا. رغم أنها حاولت طهونا وهزمنا بالأواني المطبخية القاتلة، لا أتحمل فكرة تركها هنا. ولا أنا، في النهاية أخبرتني بأنني المفضلة لديها. لأننا بأمان ولأن المهمة انتهت. الجدة؟ شكراً لمساعدتي على الهرب. أراكن في الجانب الآخر. عجباً، لم يستغرق ذلك وقتاً لتغيير عادتها كعجوز. أيتها الجدة، فلتتذوق لدوائك الخاص. لذيذ، شكراً لك أليكس. عمل رائع أليكس. الرحيل. انتهى وقت صنع الكعك المحلى أيتها الجدة، ستعودين مجدداً إلى مختبر الوصف. يبدو ذلك جيداً، لقد نشأت على محبة منشأة الاحتواء. بقيت شريرة واحدة، لست حزينة لرحيلها. يحتمل أن تكون متلاعبة كالكعك التي كانت تصنعه. لحسن الحظ فإن مفعول الكعك المحلى سيتلاشى قريباً. شعرت برغبة ملحة في تذوق أحداها، بدت لذيذة وحلوة جداً. لا تقلقي أليكس، أنت حلوة كفاية. آمل ألا أرى المزيد من الكعك المحلى في حياتي. أنا أوافقك الرأي، لما على الأشرار دائما إفساد كل ما هو جيد وطاهر في هذا العالم. استمعنا إلي أيتها الخسيرات، وإلا ستصبحن جزءا من الطريق السريع لماندي. يبدو أن ماندي عادت مجددا إلى طبيعتها اللئيمة. هذا لم يستغرق وقتا. الكعك المحلى، سأتناول واحدة. من بنى ذلك البرج المزيف من الكعك المحلى؟ هاي، اخرجني من هنا بسرعة. أجل ماندي. لا أعرف رأيكما، لكنني سعيدة بماندي على طبيعتها. إن وجود ماندي اللطيفة كان فظيعا.